الحمد لله الله فضل علينا ونحن هدف هالمعركة وصل حي جوبر بحي الآبون وبإذن الله الحمد لله هلأ تقريبا متصل تقريبا 80% مناطق السيطرة الحمد لله الله فضل علينا وفتح على المجاهدين بالسيطرة من عند كراشات العباسيين للنسيج للحلول السيطرة لسه متقدمين الشباب الحمد لله. هلأ في مناطق الحمد لله من عند كراشات العباسيين الشباب راصدين بالقناصات والكثافة النارية عم يرصدوا لعند فارس خوري. خسائر النظام كبيرة وكثيرة الحمد لله. اليوم تم عطب دبابتين في غنائم كثيرة الحمد لله والشباب الحمد لله عم يسيطروا وعم يغتنموا وعم يضربوا له كل شيء والنظام عم يكسف وعم يقصف وعم يكسف بكل أنواع القصف. أعطيني صوت بسم الله الله أكبر.